أطلقت الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير ديال ليسيان قافلة طبية لعلاج مرضى العيون بإقليم غيرا. كان ذلك بحضور حاكم الإقليم محمد علي حسب الله محمد عثمان بشير. وسط حشد كبير من سكان مدينة مونغو في مقدمتهم حاكم إقليم غيرا محمد علي حسب الله بجانب أعضاء ومسؤولي مؤسسة القلب الكبير، انطلقت رسميا فعاليات المخيم الطبي لمرضى العيون الذي جاء تحت رعاية سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو عبر بادرة إنسانية من قبل مؤسستها مؤسسة القلب الكبير، ذلك بالتعاون مع جمعية العون المباشر ومؤسسة عين العالم الطبي المصرية. كلمات عدة شهدتها الاحتفالية التي نظمت من أجل الإطلاق الرسمي لهذا المخيم الطبي، من بينها كلمة المدير العام لجمعية العون المباشر الذي أكد على أن منظمته ستبذل ما بوسعها من أجل نجاح هذا المخيم. ديلا لوسيان الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير أكدت خلال كلمتها الافتتاحية لهذا المخيم الطبي على أن الخبرات التي تلقتها المؤسسة وشركائها في المخيمات الطبية التي تم تنظيمها في كل من مدينة أنجمينا، سار، بنغور، بوكورو، أبشه تجعلنا نثق أكثر بمدى نجاح هذا المخيم الطبي. كلمة حاكم إقليم غيرا محمد علي حسب الله فجاءت على شكل إشادة وثناء لنشاطات مؤسسة القلب الكبير، حيث أضاف وقال بأنه وباسم جميع سكان غيرا يقدمون شكرهم اللامحدود للسيدة الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبيتنو على هذا المخيم الطبي الذي سوف يعيد لكثيرين حياتهم مرة أخرى بعد أن فقدوا النظر والعمل لسنوات عديدة. هذه المناسبة الافتتاحية انتهت بزيارة هؤلاء المرضى الذين توافدوا من مختلف المدن والقرى القريبة من مدينة مونغو إلى المستشفى الإقليمي لغيرا حيث تمركز المخيم الطبي للعلاجات. هذا ومن المقرر أن هؤلاء المرضى سيتلقون علاجات مجانية على مدى 10 أيام من عمر هذا المخيم الطبي الذي يحتمل أن يتم فيه علاج أكثر من 2000 مريض بشكل مجاني. قام أعضاء حزب الوفاق الوطني الشعبي بغرس العديد من الشتلات بضواحي مدينة المساقط حضرة محافظة حراز البيار بإقليم حاجة لميس. عبد الله هارون برمان. تلبية لنداء السلطات العليا بالبلاد وتطبيقا لسياسة فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى جعل البلاد ساحة خضراء ومحاربة الزحف الصحراوي، فقد قام وفد من أعضاء حزب الوفاق الوطني الشعبي كونابو بقيادة الرئيس الوطني للحزب محمد نور مستبشر قاموا بغرز شتلات على ضواحي مدينة المساقط محافظة حراز البيار. وتأتي هذه الحملة الخاصة لغرز الشتلات تزامنا مع الذكرى 9 للحزب، وإن هذه العملية تهي باهتمام البيئة والمحافظة ومكافحة التصحر بشكل جماعي. هذا ما استوجب رئيس الحزب بدعوة غرز شتلات في هذه الساحة. السياسة التلبية دي سوينا كيف؟ سوينا باعتراف عن الشدر. نين هسا جماعة تشوفهم الميليتات تشوفهم ديلا معانا وجينا تيرمنا بالأقل 1000 شدرة. 1000 شدرة ما صاحب، ولو كان النسكة ما قدر يوصل كله أن يكون 500 نقول يوصل. المنبع عن حزب الوفاق الوطني الشعبي كونابو يعد ضمن الأحزاب السياسية العاملة في الساحة الوطنية.